بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب، طبعا هكلمكم النهاردة عن سير السبلة. ده سير سبلة وده سير سبلة. طبعا بستخدم في بطاريات الدواجن سواء التسمين او البياض. طبعا احنا طبعا السير اللي عندنا بيور 1.2 او زي ما بيقول 1.25. طبعا دي طلبية عميل، تمام. طبعا احنا زي ما انتم شايفين كده كل رول كاتبين عليه الارتفاع بتاعه، يعني ده الارتفاع بتاعه 94 سنتي، الطول بتاعه 100 متر، ووزن الرول 112.25. 112.25 دي طلبية عميل. في طلبية تانية اهي بتاعة استاذ عمار، عدد 3 رولات، طول الرول 140 سنتي، برضه هتلاقي تحت الوزن 218 كيلو. 218 كيلو. طبعا زي ما قلنا ده بيستخدم فيه عنابر بطاريات دواجن البياض وبطاريات الدواجن التسمين. يا ريت تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو، ولو في اي استفسار يا ريت تسيبه في التعليقات. شركة عرب جروب، معدات عنابر الدواجن.